دلوقتي هنروح لمنى عشان تطمننا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي منى. شكرا ليك شاذلي. هيئة الأرصاد مشاهدينا بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. أما بقى بالليل هيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء وبيصل لحد الصقيع على وسط سيناء. النهاردة كمان كان في الصبح شبورة مائية كثيفة ممكن توصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من والقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وكمان هنلاقي شوائب عالقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى. خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 18 والصغرى 10، الإسكندرية 18-12، مطروح 17-11، سيوة 16-8، بورسعيد 19-12، دمياط 18-11، الإسماعيلية 19-10 والسويس 18-11. العريش العظمى فيها 18 والصغرى 10، طابة 17-9، كاترين 12-2، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 21-13، الفيوم 18-7، بني سويف 18-7، والمنيا 18-7. أسيوط العظمى فيها 18 والصغرى 7، سوهاج 19-9، قنا 20-9، الأقصر 21-10، أسوان 23-11، الوادي الجديد 20-7، شلاتين 25-15، أما حلايب العظمى فيها 23 والصغرى 16. دلوقتي خلينا نرجع لشاذلي والجمانة نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا. اتفضلي شاذلي. بنشكرك يا منى.